هذول فظيعين يا اخي عن جد، بيعملوا كل هالشيء معلم عشان يجيبوا مشاهدات. هذا شوف اللي بعده، شوف تفرج. لا طول بالك، طول بالك. لا ترى هيك ما اتفقنا ابدا معلم. البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. استغفر الله العظيم. لا البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. يا امو الميت طاهر هلا والله بالعلوين، كيفكم ان شاء الله بخير. اليوم يا شباب جيتكم مقطع جديد غير عن المقاطع الثانيه، فهمتوا علي كيف؟ مثل ما انتم شايفين انا مفيق شوي من النوم وماني مصحصح. طبعا هذا المقطع اجت فكرته من انا قد نايم. لا شلون نايم؟ على الروح ولك. لا انا فقت من النوم مثل ما بتعرفوا الشباب اكثركم معنا اذا بيعمل هذا الشيء، اذا بيفوق من نومك على الوقت ومتشطح فضل ريلاكس. طبعا هي النظاره بعدين احكي لكم عليها، خليه. المهم واحد فايق من النوم فايق ريلاكس كل شيء تمام، اتفرج على التليفون بنعمل هيك. بما انه نفس الوقت شباب حبيت هيك ادخل على التيك توك لنشوف شو في ما في شو ما في، فهمتوا علي كيف؟ بس ولكن معلم يا ريتني ما كنت داخل. جهز كاسه شاي بكاسه. لا طبعا هون لا هي ركز معي، هون مكتوب تين بس ولكن هي كاسه شاي بس ولكن جوات ايش بدي اضخكم الحيط. اوكي هي عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. طبعا معلم البلوز وبنزل النظاره. النظاره هي شباب هي راح نحطها هيك تمام، ندخل نشوف نتفرج على المقاطع معلم، لانه عن جد شيء حبيبي والله. لهيك قبل كل شيء يا اساتذه لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات معلم، وفعل زر الجرس لانه راح تشوف ان شاء الله شيء جديد. وين رايح انا؟ شوف شو تشوف. لايك ومشترك واشتر وادخل على المقطع. ليتس جو. يلا ثواني شوي خلينا نحط السماعات باللوز معلم، راح ندخل نشوف اول مقطع يا شباب. يعني حبيبي والله. يلا روح. اوكي الاول معلم. طبعا قبل ما نبلش هذا المقطع الاول شباب في كثير شيء كثير مهم، لانه داخل معلم دخلت هالتيك توك ما بعرف شباب الصراحه المقاطع مقاطع اجنبيه وحبيبي والله. ليك شباب خلينا نتفرج شو راح يصير. دبي هذا نبلش معلم المقطع. روح قول لي اسطوره باللوز يا دلبي هذول والله العظيم هذول الناس هذول كيف يجوا بيقولوا لك افكار ما بعرف يا اخي. خلينا نشوف اللي بعده. يلا روح اللي بعده. قول لي شو هذا؟ يعني عم تخلد ال معلم 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 وقف. لا معلم نحن ما اتفقنا هيك، وقف ما يصير هيك معلم. خلي الوضع ريلاكس نبلش نكمل ان شاء الله يكون الامر بعد ما يكون حبيبي والله. زهره حنبعرها اليوم. يلا روح اللي بعده. هذا شوف هذا شفناه تمام. يلا قلبه ما قلب وين شو يا اخي؟ الله الله حركات يا اخي. شو الوضع هذا معلم حبيبي والله؟ بعده يا اخي والله جماعه التيك توك هذول فظيعين يا اخي عن جد، بيعملوا كل هالشيء معلم عشان يجيبوا مشاهدات. هذا شوف اللي بعده، شوف تفرج. لا طول بالك، طول بالك. لا ترى هيك ما اتفقنا ابدا معلم. البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. استغفر الله العظيم. لا البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. يا امو الميت طاهر بعده. بس يلا ما زي خلينا نكمل اللي بعده. يلا روح هات لنشوف. روح اوكي حبيبي والله يا اخي. شو صدمه كبيره يا اخي، صدمه كبيره عم يصيرون معلم. هات نشوف هذا شو وضعه هذا معلم. طبعا هذول التيك توكر هذول معلم الاجنبيين حبيبي والله. روح شغل شو عم يعمل الله. قنابل وما قنابل. ايوه ايوه جيبه اسطورة يا اخي اسطورة. هذا شو عم يعمل كمان؟ هو اللي شكله معلم شخص مشهور عند المعلم حبيبي والله. ايوه الله عليك. كفو كفو. ول 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 هذا معلم تعطوه تقييم كم تعطوه؟ اعطوه تقييم اكتبوا بالتعليقات. روح اوكي الان معلم دخلت على التيك توك تمام، ولنشوف الموجودات الاشياء الموجوده هناك معلم. مثل ما انتم شايفين كبسة كتبت فوق فري فاير هون، ولنشوف شو راح يطلع لنا شغله تمام. المهم معلم كاستك قهوتك جاهزه كده تمام زي بدك، تعال له بسهله. يلا نبلش معلم اول مقطع معلم. شوف الترند بالتيك توك حبيبي والله مع فري فاير.
يلا روح. اوكي اللي بعده هات نشوف هذا معلم. حلو روح ابلع. اوكي تلجات وما تلجات. شافوا وين الرخصة؟ شو الرخصة شباب؟ ول شو الرخصة معلم؟ ول 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 كفو. سنرجع عيدا نرجع عيدا معلم كفو. ماو تلقى معلم ماو تلقى وحش. اوكي الرقصة باللوز هاي معلم. حدا يبعث لي فهمني من وين هالرقصة شباب. حلو باللوز. اللي بعده اوكي هون مكتوب نيو ترند. طول بالك نيو ترند. حلو كفو كفو. والله علمين هدول معلم هدول والله جماعة التيك توك يا زلمة سبحان الله يا اخي كيف هيك جاب لك اشياء ما اعرف يا اخي. بس كفو كفو حلوة 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 اللقطة. كفو اللي بعده خلينا نشوف هذا معلم. روح شو عم يعمل انت هيك معه هيك. ول كف ول 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 فرج. حلو كفو مرة ثانية خلينا نشوف معلم بشكل سريع. راحة كفو عليك. خلينا نشوف هذول معلم هذول الجوكرين الاثنين معلم الجوكرين ولا الله اعلم شو هنن. روح هات نشوف. اوكي ميوزك معرفة. قولي قولي ايه بغزي اشي بغزي معلم. حبيبي والله خلينا نشوف هذا معلم. روح ول شو عم يصير معه هذا معلم؟ شو هذا؟ شو عم يصير معه؟ شو عم يصير معلم؟ سوون شوي سوون شوي غيرك شوي. يعني يا زلمة يلا هات نشوف بعد. روح هات نشوف. حلو كفو وحش وحش يا اخ وحش. هذا نشوف اللي بعده. قول لي كريستيانو معلم. كريستيانو موجود حتى بتيك توك. انت شوف التاج معلم يا اخي هذول معلم والله بشوف. حلو شوف هذا معلم بيست اوف فري فاير. قول لي الو هذا شو اللي بعده. لوف اوكي هون عم يعلم التيك توك معلم يعني انه على اليمين بحطوا شهرتين خلص تعرفوا يا اخي انا جديد يعني انا جديد مو قديم بس يعني حبيبي والله. المهم معلم خلينا نشوف خلينا نشوف معلم شو هذول اللي حيختاروا. اوكي كفو على اليمين اما قول يا رب قطع هيتغير شيء ولا شيء مش دايما حبيبي ولا يلا روح انا غير نفهم معلم. اوكي كم تعمل ايه اوكي ضافة طوان استنى معلم خلينا نركز معنا احنا شوية حبيبي ولا اوكي قاعدة ما بتسمع تمام ضافة واحد لا ضافة سهر معلم. ايوه هذول تبع السوناي الديناميتشي حبيبي والله. تعال انا انصدمي ربكن شو شو قاعد معلم هذا شو شو هذا قول لي اوه كابو معلم شوف 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 والله معلم الصراحة دوق يعني ما توقعت بدها تصير. هذا معلم بيستمر تصفيقه كفو عليه. اللي بعده بدنا نشوف. اوكي خلينا نشوف هذا معلم هذا صاعد قاعد عم يمنتج ما بيمنتج وشي مرتب. روح ايوه كفو نشوف شو راح يصير. حط اوكي هاي عم بضيف الشخصية عم تطلع هو. ايوه معلم كمل نشوف
حبيبي والله. بدنا نشوف كمان شوي. حلو حلو. اضع بيديك الماسك معلم. تمام. قل لي. حلو. هات نشوف شو راح يصير. ضاف عم يضيف الخلفيه. والله كفو هذا معلم، هذا شاطر اقسم بالله، شكله شاطر هذا الولد. كفو. اوكي بلش الوضع. تمام. طب يا طاقه وقعت. وهذا باللوز معلم، هذا حبيبي والله. اوكي حبيبنا. اوكي يا ساتر لهون بس حبايبنا الكرام نقدر نشيل النظارة. واه والله شيء غريب عجيب يا اخي. سو ليديز اند جنتلمن حبايبنا الكرام، شو عجبكم مقطعنا اليوم يا ساتر؟ الصراحة ما انا حبيت نطول كثير. تمام الصراحة لانه بعرف نقعد معلم نبقى 3 ساعات 4 ساعات، ولكن شباب نخلي الوضع ريلاكس. اذا عجبكم المقطع شباب بحبوا الكاميرا بهالسلسلة، اكتبوا بالتعليقات شباب لنشوف شو راح يصير. وحبيبي والله بشوفكم على خير وسلام.